تفعيل فكر المبدعين من شباب الباحثين في كيفية تطوير العلاقات بين مصر والدول الأخرى نهج بدأت تطبقه بعض الجهات كجمعية الصداقة المصرية الكورية الجنوبية إكفا، والتي نظمت مسابقة لدراسة بحثية عن سبل الارتقاء بالعلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية. وخلال إعلانها أسماء الفائزين أعربت سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة عن أملها في أن تطبق هذه الأفكار البحثية على أرض الواقع لما فيه خير لصالح البلدين. هذه المسابقة كشفت عن العديد من الأفكار الخلاقة من الأجيال الصغيرة التي من الممكن أن تساعد في تطوير أشكال إبداعية جديدة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. تطبيق هذه الأفكار سيصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين اقتصاديا وتكنولوجيا وثقافيا. تناولت الأبحاث التي فازت في المسابقة أفكارا للارتقاء بمجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا. تكلمت بقى عن العلاقات الاقتصادية الحالية، ركزت على FDI for direct investment، ازاي نقدر الدولة هنا انها تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالذات الاستثمارات الكورية. فتكلمت عن أسباب كثيرة من ضمنها ان احنا لازم نروج كويس للمجتمع المصري، وان احنا نعزز البنية التحتية في مصر، وان احنا نجذب المستثمر الكوري، وان احنا نخلي مصر قاعدة استثمارية او قاعدة تصنيعية كبيرة جدا للدول الآسيوية، الدول الكبيرة زي الصين وزي كوريا بالذات كوريا الجنوبية. القائمون على المسابقة أثنوا على المستوى الراقي للأبحاث المقدمة، مؤكدين أن مثل هذه الأفكار تتبعها برامج عمل تطبيقية لا سيما في المجالات التكنولوجية. أبنائنا سواء كانوا طلبة أو خريجين عملوا أبحاث كويسة قوي، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، والنهاردة فاز 5، 2 من الخريجين وثلاثة من طلاب الدراسات العليا. الحقيقة قدموا مجموعة من الأبحاث اللي بتدل أن الولاد دول اطلعوا على كافة الجوانب في العلاقات المصرية الكورية. احنا الوقت بنعمل برنامج توينينج توأمة بيننا وبين كوريا في اتجاه التكنولوجي، بحيث ان احنا نقدر نستفيد من التكنولوجي بتاعتهم ونفيد الشباب بتاعنا في التكنولوجي من ناحية تانية. البرنامج ده لسه عملنا مقدمة لسه من خلال شهر، وان شاء الله في الفترة الجاية، وفي شركات كوية كانت موجودة في مصر تكلمنا معها. وتتميز العلاقات بين القاهرة وسول بطابع خاص يرجع لكون اعلان استقلال كوريا الجنوبية خرج من مصر عام 1943 تحت اسم اعلان القاهرة. ارتقاء العلاقات بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي لدرجة تشجيع كل منهما لشباب الآخر على تطويرها سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلميا، نموذج يعرف بالأفضل في العلاقات الدولية المبنية على الصداقة والتكامل والاحترام المتبادل بين الدول. محمد العارف، النيل.